اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام وحلقه جديده من موعد مع البرلمان. زي ما عودنا مع حضراتكم دايما بناقش كل يوم قضيه جديده بتخص عمل ودور البرلمان في مواجهه مشاكل مصر سواء من الناحيه الداخليه او كمان من الناحيه الخارجيه. اليوم قضيتنا بتخص دور البرلمان من الناحيه الخارجيه تحديدا، وهي قضيه في غايه الاهميه والحساسيه هذه المره. قضيه اليوم عن دور البرلمان في حل ازمات مصر الافريقيه تحديدا. هنتكلم عن تفاصيل خطة مجلس النواب لإعادة دور مصر في القارة السمراء. من أهم قضايا مصر طبعا حاليا فيما يخص القارة السمراء طبعا ومما لا شك فيه هي أزمة مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. طبعا زي ما هو معروف أن البرلمان في السابق كان بيمارس دوره خارجيا عبر ما يسمى بلجنة العلاقات الخارجية. الجديد هذه المرة هو استحداث لجنة للشؤون الإفريقية بمجلس النواب. هنتحدث عن دورها في حل قضية سد النهضة تحديدا، وحل كمان مشكلة الفجوة بين مصر ودول إفريقيا بشكل عام. بما ان احنا قلنا الفجوة تحديدا، عايزين نتكلم على طبيعتها وحجمها، وطبيعي ان هي قلت كتير في السنتين اللي فاتوا، لكن محتاجين برضو ان احنا نتكلم عنها ونشوف كده تفاصيل كيفية ان يبقى في دمج بين الدول الإفريقية، مش بس حل الفجوة، لأن الفجوة دي نتج عنها مشاكل كتير. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل تنجح اللجنة دي في تقليل هذه الفجوة، في إذابة هذه الفجوة؟ هل هذه اللجنة ليها دور واضح وخطة محددة، ولا هتتحول لمجرد رقم يضاف ل 25 لجنة أخرى بمجلس النواب؟ لمناقشة القضية دي بعد الفاصل بإذن الله هيكون ضيفنا الكريم في الاستوديو خبير شؤون إفريقيا الدكتور سيد فليفة، عضو مجلس النواب، وهو أيضا عميد سابق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. بعد الفاصل بإذن الله. اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام مرة تانية. زي ما قلنا لحضراتكم في بداية هذه الحلقة ان احنا النهاردة او الليلة تحديدا هنتكلم على لجنة الشؤون الافريقية اللي المفروض ان هي تضاف الى اللجان اللي موجودة داخل مجلس النواب. السؤال الذي يطرح نفسه، عمل اللجنة هذه المرة هيفرق بنسبة كام فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الافريقية؟ في فترة زمنية قد ايه من المتوقع ان عن طريق هذه اللجنة من الممكن ان هي تساعد في عودة دور مصر مرة اخرى؟ وفي نفس الوقت طب قبل ما اللجنة دي تبقى موجودة، لجنة بقى العلاقات الخارجية ولا لجنة الشؤون العربية كانت بتعمل ايه واخفقت ولا نجحت بنسبة كام؟ وده اللي خلى في دستور جمهورية مصر العربية يبقى لازم يبقى فيه لجنة للشؤون الإفريقية داخل مجلس النواب. نرحب بضيفنا الكريم وهو الدكتور سيد فليفة عضو مجلس النواب، وأيضا هو العميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لجنة الشؤون الإفريقية من المتوقع إن هي تعمل إيه وإيه وإيه؟ طبعا عمل أي لجنة داخل البرلمان مرتبط بمهمة البرلمان الرئيسية وهي الرقابة والتشريع، وإلى جانب هذا فاللجان النوعية داخل البرلمان لها مهام متعلقة بتخصصها، يعني فيفترض أنها تكون الجناح البرلماني لصلات مصر بالدول الإفريقية. ده الغرض، يعني لان في برلمان عموم افريقيا وفي تمثيل مصري في القاره الافريقيه من خلال نواب البرلمان، وده طبعا كان في تعثر عشان غياب البرلمان من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه علشان خاطر قرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضويه مصر في الفتره اللي بعد 3/7/2013. فبالتالي احنا بنتابع بقى إعادة المؤسسات المصرية إلى العمل مرة أخرى، وبنتابع هيكلة كافة الجهات والهيئات المعنية بإدارة الشأن الإفريقي بما فيها البرلمان. يعني متابعة برضو من ناحية إيه؟ يعني لجنة العلاقات الخارجية ولا لجنة الشؤون العربية كانت بتقوم بإيه؟ والمرة دي بقى هيتاخد منها الاختصاصات دي وهيبقى في لجنة محددة هي اللي بتقوم بكل هذه الأدوار. هو شوفي عشان إيه ما نقولش الأمور إلا في نصابها، إذا أداء الدولة فاعل بيبقى في حركة فاعلة في البرلمان، إنما الدولة كانت عندها نوع من التراخي
في رسالتها الأفريقية، وده انعكس على كافة الاتجاهات، زائد انه تكوين البرلمان من اتجاه واحد او يعني بعض الاتجاهات الاخرى بشكل شكلي ادى الى انه هيمنت فكر الحزب الوطني في فترة من الفترات على اساليب العمل داخل البرلمان وداخل اجهزة الدولة المختلفة، وده ادى الى تنميطها على نحو يعني وصلنا الى 25 يناير. فاحنا في يوم جديد، احنا في يوم جديد. عندنا الان نهضة في الشؤون الافريقية بشكل عام في اطار نهضة السياسة الخارجية المصرية واللي بيقودها الرئيس بنفسه هذه المرة. طبعا احنا كان عندنا الرئيس مبارك في السنوات العشر الاخيرة او اكتر من 10-15 سنة من احداث اديس ابابا 95، وهو متوقف عن المشاركة في القمم الافريقية، وبالتالي ده انعكس على كافة خطوات ادائنا في الشؤون الافريقية وغيرها يعني مش بس الشؤون الافريقية. ونحن الان بصدد دفع الثمن، احنا بندفع الثمن، احنا بنستعيد موقفنا بصعوبة احنا على ما اعتقد ان احنا دفعنا الثمن بالفعل، وهو طبعًا تراجع دور مصر افريقيا. طبعا بتهيألي اللي احنا بنعمله دلوقتي هو العودة مرة اخرى، يعني الدفع خلاص حصل. ما انت عشان ترجعي بقى في ايه، في الاتحاد الافريقي قوة اقليمية بازغة واخذت اماكن، عشان ترجعي لازم تدخلي يعني بقوة ويعني وبحكمة في نفس الوقت، ليس بقوة بمعنى ان احنا مقتحمين، لا، انما بحكمة، يعني انا راجع للدور وانا مدرك معطيات هذا الدور وتبعاته، وده اللي كان متوقع من مصر في السابق. يعني في احنا في فترات سابقة كان اذا مندوب مصر تكلم، سواء كان الرئيس ولا ممثل للرئيس ولا وزير الخارجية، في موضوع من الموضوعات اعتبر ان هذا الموضوع اصبح امانة عند الدولة المصرية تقوم نيابة عن القارة الافريقية بالعمل فيه، فلما الدور بيتراجع خلاص ما غيرك بيحل مكانك. ولهذا العودة يعني ان شاء الله لابد ان يظاهر البرلمان عمل الدولة المصرية في سياستها الخارجية. طب عودة مصر لمجلس الامن والسلم الافريقية، يعني المفروض ان هي برضو بتساعد مصر في ازمتها وسد النهضة بنسبة كبيرة. خرجنا احنا كنا اعضاء في 2012 وخرجنا بسبب الاحداث، يعني اللي كانت في فترة الرئيس المعزول مرسي، ثم بعد 3/7 وإلى أن رجعنا بعد ما تولى الرئيس السيسي، رجعنا إلى العمل، وبالتالي تقدمنا لمجلس الأمن والسلم علشان ناخد مكاننا، وده أمر طبيعي لأن احنا عندنا قوات حفظ سلام وقوات طوارئ مشاركة في تبع الأمم المتحدة وتبع الاتحاد الإفريقي في مناطق متعددة، واحنا من أكبر الدول اللي لنا دور ومن أكثر الدول التي لها يعني عدد مرات مشاركة. ففي فترة من الفترات لما احنا غيبنا او غيبنا، ما احنا هي مرحلتين، مرحلة احنا غيبنا بإرادتنا ومرحلة جنوب افريقيا وبعض الدول الاخرى رفضنا، قادت الطريق الى يعني اخراجنا. فالمرحلتين دول في الفترة دي هي التي حدث فيها كافة اجراءات تدعيم ادوار قوى اخرى في الاقليم وفي غير مصالح مصر والشعب المصري. ولهذا لما نعود احنا علينا ان احنا نبحث عن مكان بين كل الذين اقتحموا هذه الاماكن واخذوا دورا اكبر من طاقتهم. طيب هسأل حضرتك على حاجة، دلوقتي مصر في الاتحاد الافريقي، مصر في مجلس الامن والسلم الافريقيين، احنا بنعود في مجلس الامن الدولي وفي مجلس الامن الدولي، احنا بنعود مرة اخرى في الامم المتحدة. لكن السؤال بقى، عودتنا على اساس التعامل بناء على ما حدث، ولا لا كمان عودتنا لا من الممكن ان هو يساعد في تصليح ما حدث تجاه مصر؟ انا الاول قبل ما الوم اي شقيق افريقي انا الوم نفسي على التقصير الاول، وادرك انه احنا بصدد دور مصر فاعل رحب به الاشقاء الافارقه، رحبوا بالرئيس السيسي في قمه ملابو ورحبوا بدورنا في مجلس الامن والتصويت لنا، ورحبوا في مجلس السلم والامن الافريقي اليوم النهارده.
فاذا احنا ما عندناش مشكله. ولذلك في انا مقوله قلتها زمان وكانت اعجبت الرئيس الاوغندي موسيفيني، ان مصر لا تبحث عن دور ولكن يطلبها دور. هي مطلوبه، هي عندها كفاءه. هقول لحضرتك السؤال بشكل اخر لان معين. انا لسه لم اتلقى الاجابه. يمكن المشكله كانت في اسلوب السؤال. دلوقتي سد النهضه بدا بناؤه بالفعل، ومصر كانت في هذا التوقيت اللي بدا فيه بناء سد النهضه طبعًا. كانت خارج بقى حاجات كتيره طبعًا. افريقيه الاتحاد الافريقي طبعًا. ومجلس السلم والامن الافريقيين وحاجات كتير. دلوقتي اما مصر بتعود، هو مش مجلس السلم والامن ساعتها، هو كان ساعتها الاتحاد الافريقي احداث الثوره. دلوقتي بعد ابتعاد مصر وبدا بالفعل يبقى في مشروعات افريقيه، مصر مش هيبقى في مصلحتها هذه المشروعات. اما مصر بتعود مره اخرى، هتعود على اساس اللي حصل حصل ونبدا بقى ان احنا نتعامل على ما هو موجود، ولا ممكن تصليح ما هو موجود؟ اثيوبيا تتصرف خارج اطار القانون الدولي، واحنا مصرين نمشي في اطار القانون الدولي. في نهايه الامر القانون الدولي سوف يضع نهايه لهذا الموقف، لانه لا تستطيع اثيوبيا ان تتعامل مع نهر النيل كنهر يعني خاص بها. وانا يمكن عاتبته على بعض المسؤولين المصريين، كان يقف والى جواره مسؤول سوداني، والمسؤول السوداني قال ان سد النهضه هو سد اثيوبي على ارض اثيوبيه. انا بقول له صح كلامك صح، لكنه يبنى على نهر دولي. فاحنا بنرجع اثيوبيا الى فكره ان هذا نهر دولي، وانه من الواجب على اثيوبيا التشاور، من الواجب الاستئذان قبل البناء، وانه البناء يتم بدون الاضرار بالمصالح المصريه، وانه الاداره المشتركه للمشروع. الكلام ده غريب وما حصلش قبل كده ابدا. احنا جربناه مع اثيوبيا فيما يتعلق بسد تانا، خزان تانا بني بنفس هذه الطريقه. صحيح خد وقت طويل في التفاوض الى ان تم الاتفاق عليه، وده هيتم الاتفاق عليه. فوضات المياه دايما طويله بتاخد وقت، لكن الفارق هذه المره ان اثيوبيا تفرض الامر الواقع وفرضته بانتهازيه شديده، يعني ابسط ما فيها انه احنا مشغولين بوضع داخلي وهو انتهز الفرصه، وده لا يليق باخ وشقيق. ولهذا الذي يعني تعمل عليه الدوله المصريه الان هو رد الاشقاء في اثيوبيا الى الموقف الصواب المنضبط على القانون الدولي. لما يبقى في هذا الالتزام يبقى بها ونعمت، ما فيش هذا الالتزام هيكون للاتحاد الافريقي موقف، هيكون لمجلس الامن والسلم الافريقي موقف في الاطار الافريقي، ما جابش نتيجه في مجلس الامن الدولي وفي محكمه العدل الدوليه او في المحكمه الجنائيه الدوليه. انا عايز اتوقف عند النقطه دي، وخلينا فيما يتعلق بالامور الافريقيه تحديدا، ان حضرتك بتقول ان لم تلتزم اثيوبيا هيكون للاتحاد الافريقي موقف، مجلس السلم والامن الافريقيين موقف. السؤال وبعد كده هروح للتليفون وبعد كده نبقى نرجع نجاوب عليه. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل حضرتك متأكد من موقف الاتحاد الافريقي؟ هل حضرتك متأكد من موقف مجلس السلم والامن الافريقيين ام لا، وعلى اي اساس؟ بس استاذن حضرتك قبل ما نجاوب على النقطة دي، ان احنا معانا دلوقتي على التليفون الدكتور هاني الاصلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور هاني. مساء الخير يا فندم. دكتور هاني، دلوقتي بما ان احنا في موعد مع البرلمان اذا، وحضرتك خبير في الشؤون الافريقيه، ماذا تتوقع من البرلمان وادواره في المرحله القادمه فيما يتعلق بالشان الافريقي؟ اولا التحيه لاستاذنا الكبير الدكتور سيد فليفل، ووجوده في البرلمان الان هو يعني معلق عليه امال كثيره فيما يتعلق بسياسه مصر الافريقيه وتنمية دورها وإعادته إلى الطريق الصحيح. أنا بتصور أنه المطلوب الآن استراتيجية للسياسة المصرية في إفريقيا قائمة على رؤية جديدة. هذه الرؤية تنطلق يعني تبتعد عن التاريخ وهو تاريخ مجيد كان لمصر في إفريقيا، لكن نريد استراتيجية تنطلق من اللحظة الحالية، من الواقع الذي نعيشه والتحديات التي تواجهنا، وأن تكون هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق. وهناك فرصة رؤية جديدة واستراتيجية جديدة، يعني إيه برضو يا دكتور؟ يعني تفاصيلها أو يعني أهم بنود. يعني إيه؟ يعني إعادة التواجد المصري في إفريقيا. إحنا
علينا تفعيل القوى الناعمة وأيضا الوجود المباشر لمصر، وخاصة في منطقة حوض النيل وباقي مناطق القارة الإفريقية. يعني لازم يكون عندنا تواصل ثقافي عبر قنوات إعلامية متعددة، لازم يكون عندنا اهتمام أكثر في الجامعات ومراكز البحوث بتفاصيل الواقع الدقيق في هذه المناطق وتوازناته وقضاياه ومشاكله. لازم يكون عندنا دور حاضر في المشاكل بتاع القارة الإفريقية، سواء لحل الصراعات والنزاعات أو للأدوار الإغاثية أو المساعدة في التعليم وفي الصحة وغيرها. لازم يكون عندنا تبادل طلابي ورياضي، والأشياء دي تحتاج إلى أنها تكون موجودة على الأرض مش على الورق. دكتور هاني، يعني أقدر ألخص كلام حضرتك أن يبقى في تنمية من قبل مصر في الجانب الإثيوبي والجانب الإفريقي بشكل عام؟ طبعا احنا نتحدث عن القارة الإفريقية ككل، لكن في داخل القارة الإفريقية هناك دوائر، والدائرة الأكثر أهمية هي منطقة حوض النيل بشكل عام، والحوض النيل الشرقي بشكل خاص، يعني منطقة القرن الإفريقي في الصومال، في إريتريا، في جيبوتي، في جنوب السودان، في أثيوبيا وهكذا. فبالتالي محتاجين رؤية جديدة لها طابع عملي قابل للتحقق، وإقناع الحكومة أيضا بتبني أدوات تنفيذية لبدء هذا العمل، وليس مجرد الأحاديث والكتابة ثم توضع في الأدراج. طيب، ده بالنسبة للي المفروض أن مصر تقوم به في المرحلة القادمة. حضرتك يعني تطالب البرلمان بانه يقوم بايه تحديدا في هذه الادوار؟ حضرتك اتكلمت على ان عموما يبقى تنميه شامله، تنميه بقى سواء ناحيه اقتصاديه او ناحيه تعليميه، ناحيه تثقيفيه، المهم ان يبقى لنا دور في القاره الافريقيه بشكل عام. البرلمان نفسه من وجهه نظرك من الممكن ان هو يقوم بايه؟ البرلمان من الممكن ان يساعد في بناء هذه الاستراتيجيه، لانه من الممكن ان يقوم، يعني استاذنا الدكتور سيد هو أحد علماء مصر في هذا المجال، وهو يعرف تماما ما الذي ينبغي فعله. ومن الممكن أن تكون هناك أيضا لجان استماع، وممكن أن تكون هناك أسئلة وطلبات إحاطة للوزراء المختصين، وممكن أن تكون هناك أيضا استجوابات إذا لزم الأمر، وممكن أن يكون هناك تعقيبات على السياسة القائمة ومطالب واقتراحات للإصلاح. وأيضا الرؤية من الممكن أن تقدم من داخل اللجان المتخصصة في البرلمان، باعتبار أن هذا البرلمان هو معبر عن الشعب، وهو أحد السلطات الثلاث في الدستور. نعم. دكتور هاني الرسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ونعود مرة أخرى لحضرتك دكتور سيد فليفل. بحيي طبعا الأخ الصديق العزيز الدكتور هاني، وانا موافقه طبعا، احنا شركاء في الهم الافريقي يعني من عشرات السنين. ولكن هو يعني البرلمان يعمل ايه؟ هو البرلمان مسؤوليته الرقابه والتشريع. ففيما يتعلق باللجنه دي، احنا انا شخصيا يعني سوف اسعى الى انهاء فكره انه رئيس الدوله ووزير الخارجيه هما المسؤولان عن اداره الشؤون الافريقيه. لازم وزارة الطاقة تعمل رابطة مع إفريقيا، لازم وزارة الزراعة تشتغل في إفريقيا، لازم الجامعات تشتغل في إفريقيا، يعني لازم كل وزير عنده مكتب للشؤون الإفريقية، يبقى في قسم للشؤون الإفريقية. تمام، في وزارات مؤهلة فعلا، يعني وزارة الثقافة فيها قطاع الشؤون الخارجية بيشتغل في الجانب الإفريقي، وزارة التعاون الدولي عندها قطاع إفريقي، لكن بقية الوزارات ما عندهاش. إذا لازم يستكمل. وحضرتك عايز مثلا وزارة الكهرباء يبقى عندها مكتب متعلق بالشؤون الإفريقية عشان يعمل إيه؟ بالشؤون الإفريقية عشان يعمل إيه؟ عشان يتكلم في الربط الكهربي، لأنه لأنه التاريخ مهم، والتاريخ لما يجهل الطريق إلى المستقبل. فالتاريخ كل مشاريع التعاون التي كانت تدور في القارة الإفريقية كانت تدور حول حصول الإخوة الأفارقة في الدول الإفريقية على الطاقة. طيب لما يجي يعمل مشروع على نهر، هيحجز المية ولا هيعديها؟ ده السؤال. هنا بيجري التفاوض،
والتفاوض وفقا لقواعد مقررة في القانون الدولي، من قواعد يعني من القرن 19 والقرن 20، أهمها قواعد هلسنكي ثم مؤتمر روما سنة 97. القواعد دي موجودة والجميع يعمل بهذه القواعد. نتيجتها العمل المشترك مع هذه الدول عشرات السنين نتيجته كانت عبارة عن كلمتين اتنين: هم يحصلون على الكهرباء من إقامة المشروع، وأنا يزيد حصتي من الماء. وإحنا مقابل هذا ندفع جزءا من دراسات الجدوى والدراسات الإنشائية والتصميم وما إلى ذلك. إثيوبيا الآن تريد أن تنفرد بهذا السد باعتبار أنها متمسكة بمبدأ في العلاقات الدولية يعني عفى عليه الزمن ولم يعد يعني أحد يهتم به، اسمه مبدأ هارمون، متعلق بأنه الدولة لها كامل السيادة على النهر. طبعا الكلام ده معناه أنه الطرف الموجود في المصب لا يشرب إذا نفذ بحذافيره، يبقى الكلام ده كلام استعماري وكلام قديم ملوش قيمة. الكلام الموجود الآن، وعشان كده حضرتك بتقول إن ما اللي بيحدث الآن هو غير قانوني تبعاً للمواثيق الدولية وتبعاً للقوانين الدولية. وأسوأ ما فيه إن إثيوبيا تفترض أنها تدري مصلحة الدولة المصرية وأنها تفكر لها. واللي أقنع المسؤولين في إثيوبيا بهذا مجموعة من الخبراء لم يجربوا بناء سد من قبل. طيب وده مهم، هنقف عند النقطة دي وهنطلع لفاصل، وبعد ما نرجع السؤال المرجأ وهو إن توقعاتنا لوقوف الاتحاد الإفريقي بشكل عام في جانب مصر، ووقوف مجلس الأمن والسلم الإفريقيين بجانب مصر، هل هذه توقعات مبنية على أسس ولا مجرد أمال وطموحات؟ أوكي. والسؤال الآخر، بما إن حضرتك قلت إن وزارة الثقافة فيها مكتب أو قسم أو جزء فيها متعلق بالشؤون الإفريقية، عمل إيه لغاية دلوقتي؟ عمل إيه على مدار السنوات الماضية؟ لأن الثقافة من ضمن الأمور الهامة. نخرج لفاصل ونرجع نجيب على هذه الأسئلة. أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، لسه مع حضراتكم في موعد مع البرلمان، ولسه ضيفنا الكريم الدكتور سيد فليفل عضو مجلس النواب والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، لسه مشرفنا. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بك. قبل الفاصل وقفنا عند سؤالين. السؤال الأول، طالما أن في بعض الوزارات زي وزارة الثقافة مثلا فيها مكتب متعلق بالشؤون الإفريقية أو مختص في الشؤون الإفريقية، وده موجود بالفعل مش لسه هيتعمل، عمل إيه في السنوات اللي فاتت؟ لا يعني هو طبعا يعني قطاع الشؤون الخارجية في وزارة الثقافة بدأ الاهتمام بالشأن الإفريقي في الفترة التالية للثورة يعني، ومع وجود قيادة يعني فاهمة مثل الدكتورة كاميليا صبحي بدأت الاهتمام بهذا الجانب، واعتقد ان كان في تنسيق بينها وبين مجلس الوزراء في فتره سابقه، وبدا يظهر بقى نشاط في مجال السينما الافريقيه، منتديات ثقافيه، لقاءات ثقافيه، ندوات، حتى يعني بعضها كان يجري تنسيق مع بعض القيادات الفكر السياسي والخبره الافريقيه زي الأستاذ حلمي شعراوي في إطار المجلس الأعلى للثقافة. الكلام ده من 2012، ده قريب قريب قبل كده بقى يعني أحب أقول عن تجربة تاريخية، إن كان الرئيس عبد الناصر القيادات الثقافية بتاعتنا كان بيتعمل لها جولات على الدول الإفريقية، اللي متمكن من اللغة الفرنسية يزور القطاع الناطق بالفرنسية في الدول الإفريقية، والإنجليزية يزور قطاع تاني، وتستضاف القيادات الثقافية الإفريقية. وهنا احنا لازم يعني بنوجه رسائل إلى كل صناع القرار إن كل واحد في مجاله يبتدي بمكتب صغير كده للشؤون الإفريقية، ويستعين بدارس واحد للشؤون الإفريقية، واحد يعرفهم مواطئ الأقدام، وبعد كده هو يشوف يقدر يعمل إيه. وهو طبعا إذا يعني أردنا أن نؤدي دورنا، فعلى الأقل كل وزير يستطيع أن هو يعيد ترتيب أوضاع الوزارة ويوفر
لكي ينطلق إلى إفريقيا. هي أستاذ حضرتك فيما يتعلق بالثقافة تحديدا ودور مصر الثقافي في الشأن الإفريقي وفي الشأن الإثيوبي تحديدا، عن تجربة شخصية من 10 سنين تقريبا، وموضوع نهر النيل ده بيمثل مشكلة بيننا وبين إثيوبيا، يمكن ما كانش فيه حاجة على الأرض ملموسة، لكن المواطنين وبعض المثقفين الإثيوبيين في إثيوبيا كانوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن عندكم في مصر في كتب الجغرافيا بتقولوا إن منابع نهر النيل من عندكم، فحتى وقتها كان الرد يعني إزاي منبع نهر النيل من عندنا، يعني من البحر ولا إيه؟ لكن في زرع ثقافة مضاد جدا لمصر، ده موجود بالفعل. هو طبعا في اتجاهات ثقافية يعني سلبية، وده بتعمل الدولة المصرية على علاجه، يعني أن يتفق بعد فترة طويلة من المواجهة على مدار 2 أو 3 سنين الرئيس السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على أن نسبح معا ولا يؤذي أحدنا الآخر، ووضع اتفاق ملابو علشان خاطر يحط الأمور في إطار التعاون وكلمة يعني الثقة المتبادلة وحسن الثقة ماشي. الكلمة دي اتكررت حوالي 10 مرات في الاتفاق الثلاثي من مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، وده مؤشر على انه فعلا القيادة المصرية تعمل لبناء الثقة. في طبعا اتجاهات سلبية لدى بعض الدول، واحنا عندنا أخطاء، احنا ما ننكرش ان عندنا أخطاء، ولكن أخطائنا ليست فادحة، أخطائنا ليست موجهة لكيانات الدول. احنا بنؤمن بالتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبنساعد الدول، وقدمنا تضحيات فائقة، مش علشان في مقالة ولا في واحد طلع مرة قال تهديد، ولا المؤتمر الصحفي بتاع مرسي السر المعلن ده مش هيحكم على مصر من المسائل دي، انما يحكم على مصر بما قدمت، ومصر قدمت لإثيوبيا ذاتها وهي تقوم بعملية تحرير أرضها من الاحتلال الإيطالي. 5000 مقاتل مصري حملوا السلاح في جيش الإمبراطور هايلي سلاسي، ممكن شباب إثيوبيا لا يعلمون هذا، لكن تحرك المصريون على فكرة من الخرطوم، ومسلمين ومسيحيين، مصريين وسودانيين. نعم. طيب نروح بقى للنقطة الثانية والسؤال المرجع للاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقيين. حضرتك بتقول إن في كافة الأحوال متوقع إنهم يقفوا بجانب مصر طالما إن سد النهضة ده غير قانوني. ما هو الحكم هو أستاذة هو القانون الدولي. وعند القانون الدولي الجميع سوف يلتزم، يعني لا توجد لدى الاتحاد الإفريقي اتحاد منضبط وقائم حتى على احترام أوراقه، الأوراق الاتحاد الإفريقي الأساسية والقواعد للعمل سواء في مجلس السلم والأمن أو في الاتحاد نفسه أو في كافة هيئاته بتراعى بدقة. يعني الاتحاد الإفريقي كان مرة عنده مشكلة في عقد القمة الإفريقية عكس العالم العربي، الجامعة العربية ممكن عندها مرات طويلة جدا يبقى عندها مشكلة في أنها تعقد فين، ولا الخلاف وتعقد ولا لا تعقد والتصويت والمسائل دي، إنما الاتحاد الإفريقي عنده التزام. أما يبقى الاتحاد الإفريقي عنده هذا الالتزام، توقعي هو أنه لا أحد سوف يخرج عن قواعد القانون الدولي. بس هنا ده دور الوساطة بقى اللي موجودة، ده دور الوساطة. يعني أما يكون في الاتحاد الإفريقي مجموعة من الرؤساء ممن لهم مكانة في الاتحاد وجرى توسطهم مش هيتأخروا، برضو قيادات تاريخية موجودة سابقة ولها دور ولها احترام ومكانة، أما يكون عنده قواعد للقانون الدولي، لأنه الموقف الإثيوبي مبني على وهم اسمه الاتفاق في عهد الاستعمار الخاص بمياه النيل، وده عاوز تصحيح واحنا نقوله دلوقتي بالمناسبة. أولا هو بالنسبة لإثيوبيا ما كانش عهد الاستعمار، لأن إثيوبيا كانت مستقلة، احنا اللي كنا مستعمرين. ثانيا الاتفاق ده اللي هي إثيوبيا لا تعترف به اللي هو بتاع 29 ملوش علاقة بإثيوبيا، لأنه ده يخص السودان والدول الأخرى الموجودة في النيل الأبيض مش في النيل الأزرق والصوبات وعطبرة. اللي يخص إثيوبيا 1902 ده عنده ميزة
بالنسبة لمصر فائقة. أولا هو ليس اتفاق مياه إنما هو اتفاق حدود. فما تقدرش إثيوبيا تنقي المواد الخاصة بالمياه وتقول أنا لا أعترف بهذا، لأنه حدودها قائمة على نفس الاتفاق اللي هو معاهدة 1902. فإذا القانون الدولي معانا وفي صالحنا، ولكن القضية هي الموقف الإثيوبي اللي هو بيقول أنا بعمل تنمية لأنه أنا محروم منها. أنت عندك 12 نهر دولي، عاوز تعمل تنمية اعمل على الأنهار الداخلية ما تشاء من مشروعات، لن يقول لك أحد وهنساعدك. عاوز تعمل على الأنهار الدولية اعمل بقى وفقا للإيه؟ لضوابط القانون الدولي. تعمل لضوابط القانون الدولي، تجاهلت ضوابط القانون الدولي، أنا بمنتهى الأخوة جيت لك وقلت لك حسن الثقة ووقعت معاك اتفاق وقلت لك نسبح معا. ما يقدرش يمشي أكتر ما مشي. طب معلش يا دكتور دلوقتي، يعني معلش هو سؤال طبيعي، لو القانون الدولي معروف ان هو هيبقى في صفنا، اذا احنا قلقانين ليه؟ لا ما هو شغال بيبني، ما هو بيفرض امر واقع. هو القانون الدولي ده المفروض وقت ما نيجي نحكم بيه بنحكم بيه الامر الواقع هيخلي ايه؟ بدل ما هي مساله صغيره نقدر نتفاوض عليها او نقدر نوسط اشقاء افارقه، هيخليني اروح لمجلس الامن ويخليني اروح لمحكمه العدل الدوليه ويمكن المحكمه الجنائيه الدوليه، لانه فيما يتعلق باللي بتعمله اثيوبيا قد في بعض التقديرات ان هو يهدد يعني ملايين المصريين في حياتهم، ميه النيل مش هتوصل. يبقى في الحاله دي كانه بيقوم باجراءات للاباده الجماعيه. يعني القانون الدولي حتى اما بنلجا اليه ممكن ان هو ياخد سنوات طويله، وده سر القلق؟ لا هو سر القلق ان هو لا يقيم وزنا للقانون الدولي. هو لو ماشي على طريق القانون الدولي وهتقابل معاه بعد فترة ماشي، لكن هو لا يقيم وزن للقانون الدولي. ما هو ده بقى اللي أنا كنت لسه هسأل وهنا عنه. وهنا الكلام اللي قاله الأخ هاني، هنا الوجود بقى في كافة الأجهزة والتأثير، ومش الوجود بس، مش الوجود كشكل إن أنا حاضر. الرئيس مبارك كانش بيحضر وبعدين بدأ يحضر، لا إحنا نحضر يعني نحضر، نحضر يعني موجودين، يعني في نفاذ وفي فاعليه وفي قدره على صنع القرار وفي قدره على القول المباشر ان هذه مصلحه وطنيه لا يمكن التنازل عنها. ولذلك مهمه البرلمان، بتقول البرلمان يعمل ايه؟ البرلمان يعني لابد ان يقول للحكومه الالتزام بقواعد القانون الدولي. ومفيش حد هيحاسبنا على ان احنا ملتزمين بالقانون الايه؟ الدولي. ويبقى ان، وحضرتك صلح لي ان كنت قد اسات الفهم، ان القانون الدولي ليس بقوه التواجد الدولي وليست بقوه التواجد الفعلي على ارض الواقع. القانون الدولي من الممكن ان يتم اختراقه مجلس الامن والامم المتحده كتير جدا، ما بتقول انا معترض على كذا وكذا وكذا لو جينا مثلا على جانب اسرائيل، لكن لا ينفذ. مش في مسائل الحياه والموت. جامعة الدول العربية بتشجب وتدين في أمور كتيرة وما بيحصلش. الجامعة العربية هي واخدة خط معين، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الدولة المصرية. الجامعة العربية مسؤولة عن اللي بيحصل في سوريا وفي ليبيا. الجامعة العربية والأمناء كلام مباشر، وده لا يليق. لا سوريا ولا ليبيا كان يجب أن يحدث فيهما ما يحدث الآن. طب نرجع للموضوع، فدي خلي الموضوع ده بعدين. يعني القانون الدولي من الممكن وقت ما نحتكم اليه. بنتكلم على الدوله المصريه. الدوله المصريه عندها قانون دولي وهو في صالحها، والطرف الاثيوبي عليه ان ينضبط على القانون الدولي. هينضبط ازاي بقى؟ بالتفاهم وبالتشاور والزيارات الوديه، والرئيس راح خطب في البرلمان واتفاق واشياء جميله، اهلا وسهلا. مش هينضبط بالمسائل دي، كل شيء يشرع، كل شيء بدءا من ان انا اتفاهم معاه عن طريق وساطه واتفاهم معاه عن طريق المحكمه الجنائيه الدوليه. اروح للمحكمه الجنائيه الدوليه اقول لها هيموت لي الناس، هيمنع الميه عن الفلاحين. اذا يبقى بالتالي انا باشرع كل ما هو مشروع وارفعه في مواجهه التعنت. التعنت بقى وصل لدرجه انك انت بتمسك المعاهدة تقول لي هنفذ دي ومش هنفذ دي في نفس المعاهدة، أقول لك والله مش لازماني المعاهدة من أولها لآخرها. نعم.
إذن سد النهضة ما نقدرش نقول على الإطلاق أنه في أي وقت من الأوقات وصل إلى طريق مسدود، لأنه إن لم يحل بالمفاوضات فمن الممكن اللجوء إلى القانون الدولي، والقانون الدولي فيه الكثير طبعًا من طبعًا السؤال. طبعًا لازم ملف قوي والمطالبة بالحق، ولا ذي حق وراءه مطالب. بإذن الله. دكتور سيد فليفة العضو مجلس النواب والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على الحضور. شكرا لحضرتك يا فندم، وبالتأكيد شكرا على تحليلك للصورة الإفريقية عام، وعلى توقعاتك لدور البرلمان في المرحلة القادمة، أو كمان رؤية حضرتك لدور البرلمان في المرحلة القادمة فيما يتعلق بشأن الإفريقي. النواب جميعا لتأدية رسالة عظيمة ومطلوبة منهم إن شاء الله. نعم، شكرا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الحلقة من موعد مع البرلمان. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.